هذا تصنيف آخر لكم عشان تفهموا أنه قد يكون الكلمة الرمز الكلمي متوسط بين رمزين حرفيين وممكن يكون قبل وممكن يكون بعد الآن حسب الأمثلة اللي راح نأخذها. وضحت النقطة هذه اللي الآن بحكي فيها؟ واضحة للجميع ولا عيد؟ طيب مثال آخر، الرمز الكلمي يتوسط رمزين حرفيين، قال لي يبشر كم سما نعم، يبشر تقرأ يبشر اللي يبشركم، يبشر كم الكاف سما نعم، الكاف لمين؟ ابن عامر، وسما أول ثلاثة، والنون العاصم، يعني أول خمسة صح ولا لا؟ أول خمسة من القراء كيف يقرأوها؟ يبشر، تمام؟ طيب إذا لاحظوا في سما توسطت كرمز كلمي توسط بين رمزين حرفيين، لكن بنرجع بنقول هل يشترط على نفسه أنه هذه الكلمة القرآنية تكون قبل؟ لا ما فيش، مش بالضرورة، مش بالضرورة. طيب الله ينور عليك، هذا من جهة، من جهة أخرى تفصيل آخر، هل الكلمات أو الرموز يعني لا دائما مثلا الرمز الكلمي يكون في النص؟ لا، قال لي ممكن الكلمة يكون قبل الرموز الحرفية وممكن الرمز الكلمي يكون بعد. أخذنا لحتى الآن إيش الكلمة بين حرفين، الآن راح نلاحظ الرمز الكلمي يسبق الحرفي، الرمز الكلمي يسبق الحرفي. قال لي وعم فتى قصر السلامة مؤخرا، مؤخرا لا، وعم رمز، بدي اياكم تنتبهوا يا جماعة لحاجة مهمة جدا، أينما ترى أو تسمعي عم أو حصن أو نفر أو هذه الرموز الكلمية معناته يقصد فيها عن القراء، تمام؟ يقصد فيها عن القراء. قال لي وعم فتى، فتى لمين الفاء؟ حمزة. قصر السلام مؤخرا اللي هو عم مين؟ عم نافع وابن عامر، نافع وابن عامر وحمزة يقصروا كلمة السلام الثانية، الثانية مؤخرا يعني الموضع الثاني مؤخرا. كيف يقرأها؟ السلام. اليوم راح ناخدها في الأضداد، اليوم راح ناخدها في الأضداد. إذن الذي يقرأ السلام من هم؟ عم وفتى حمزة ونافع، أو قبلهم نافع وابن كثير وابن عامر وحمزة. إذن الرمز الكلمي سبق الرمز الحرفي، لكن نرجع بنقول هل طلعوا طلعوا طلعوا، خليكم معي خليكم معي. الآن هنا أجب لي الكلمة القرآنية بعد الرموز، مش مشترط على حاله، لكن في الحرفية قلنا إيش؟ لحالة حرفي لحالة مشترط عليه، أجيب لك الكلمة القرآنية وبعد الرمز الحرفي. طب إذا كان كلمي لا يشترط، إذا رمز حرفي مع رمز كلمي لا يشترط، تمام؟ هنا إيش قال لي؟ جاب لي هنا وصية نرفع الكلمة القرآنية قبل الرموز، فهنا لا الكلمة الرموز قبل الكلمة القرآنية، مستوعبين؟ إذا كانت رموز كلمية أو حرفية مع بعضها البعض ممكن تكون قبل الكلمة القرآنية أو بعدها، لكن لو رموز حرفية من تبعت أبا جدهس حطي كلمة نص عفظها لابد أن تكون بعد الرموز. واضح؟ طيب الرمز الحرفي قد يسبق الكلمة زي إيش؟ وضم كفى حصن يضل، وضم كفى حصن يضل، ضم لا ضم يضل، كلمة يضل لمن؟ للكاف والحصن، مين الحصن؟ أول واحد وآخر ثلاثة، احفظوها أول واحد وآخر ثلاثة وأنا مغمض، نافع والكوفيون الثلاثة والكاف ابن عامر، بدأ أقرأ لهم بالضم. إذا لاحظوا هنا وضم كفى حصن، إذا الرمز الحرفي سبق الرمز الكلمي، لكن نرجع بنقول لا أهم البيت نفسه اللي احنا فيه، هل ضرورة أن تكون الكلمة القرآنية بعد الرموز؟ لا، هنا جابها بعد الرمز، هنا أجاها قبل الرمز قبل الرموز. هي أهم شيء في البيت عندنا اللي هو احنا البيت اللي أخذناه قبل قليل اللي هو إيش؟ ومهما أتت من قبله أو بعده كلمة كلمة فكن عند، لا عفوا نعم، فكن عند شرط واخذ بالواوي فيصلة، في هذا البيت احنا ما زلنا، تمام يا جماعة؟
واضح الأمور؟ إذن برجع ونكون إحنا في البيت تاعنا. قال لي ومهما أتت، هذا البيت اللي إحنا فيه اللي هو 56، ومهما أتت من قبله أو بعده كلمة فكن عند شرطي واخذ بالواو فيصلة. إذن الكلمة القرآنية أجت قبل أجت بعد مش مشكلة عندي أنا، هيك الشرط بقولك أنا مش مشكلة عندي، لكن المهم عندي إيش؟ واخذ بالواو فيصلة، شفت الواو معناته انتهى الكلام. تمام؟ طيب العلماء أجوا لما استقرأوا الشاطبية قالوا يعني فيها نوع من التفصيل اللي هو أخذناه قبل شوية، اللي هو بالنسبة للكلمة القرآنية ممكن تكون بعد الكلمة القرآنية في الرمز الحرفي فقط، لقوا كل الشاطبية خلص هو التزم فيها الإمام الشاطبي، إذا رمز حرفي لابد أن يكون بعد الكلمة القرآنية. طيب الكلمة فقط أو الكلمة مع الحرفي لا يشترط مكانه، ممكن تكون قبل الكلمة القرآنية أو بعد الكلمة القرآنية، لكن هناك لما لقوا يعني أو فصلوا لقوا أنه ممكن يكون الرمز الكلمي يسبق الرمز الحرفي أو الحرفي يسبق الكلمي أو الكلمة بين الاثنين. تمام؟ واضح الأمور يا جماعة؟ أعيد الآن راح ندخل على موضوع الأضداد وهو من الأبواب المهمة في متن الشاطبية، فركزوا معي فيها، موضوع سهل جدا ومهم جدا في نفس الوقت، قديش هو سهل لكن قديش هو إيش مهم. قال لي وما كان ذا ضد فإني بضده غني فزاحم بالذكاء لتفضل. الإمام الشاطبي من عبقريته قال لو أنا بدي أجيب الكلمة أقول لك مثلا، نأخذ مثلا الجزرية مهموسها فحثه شخص سخير، هل كان يجيب لك في الجزرية الإشي وضده ولا يذكر لك يقول لك المهموس فحثه شخص سخط ويسكت عن الضد؟ يسكت. وهذا من العبقرية، انه انا مش بالضرورة ان انا اجيب الكلمة واقول لك هذه الكلمة تقرأ هي وضدها يقرأ هكذا، خلص انا بجيب كلمة او بجيب شيء وانت افهم مباشرة بالذكاء لتفضل انه عكس الشيء هذا هو المطلوب. يعني اذا جبت قلت لك هذا يمد معناته الاخر بيش يقرأ بالقصر، هذا يثبت الثاني يحذف، هذا مثلا يقرأ بالإمالة الثاني يقرأ بالفتح وهكذا. تمام؟ قال لي وما كان ذا ضد فإني بضده غني، يعني أنا غني عن أن أنا أذكر لك هذا الضد. تمام؟ فزاحم، بينا ذكائك الآن، فزاحم بالذكاء لتفضل، عشان تفضل وتكون من أصحاب الفضل. الأضداد في الشاطبية، الأضداد نعم، الأضداد في الشاطبية تنقسم إلى قسمين، ضد عقلي، ضد عقلي ما يعلم بداهة. كيف يعني؟ يعني لو أنا قلت لك الـ 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 القصر ضده إيش؟ المد. طبيعي ضد معقول ومعروف بداهة يعرف، إذن ضد عقلي يعرف بداهة. قلت لك إثبات إبدال عدم إبدال وهكذا. تمام؟ طيب وضد اصطلاحي ما اصطلح عليه الإمام الشاطبي. كيف يعني؟ قال لي وآخيت، في مثال قال لي وآخيت بين النون والياء، هو آخى عمل الضد، ضد النون في الشاطبية الياء، واحد تاني بده يعمل غير الشاطبية والله بده يأخي بين النون والعين، أنا بدي أعمل متن مثلا وبديش أعمل بين النون والياء، بدي أعمل عكس النون الجيم ولا عكس النون العين ولا عكس النون، أنا حر. إذن هذا الصلاح من الناظم، إذن ضد الصلاحي الناظم جابه. الآن رح نتعرف عليه. إذن في عنا ضد معروف بداهة، مد عدم مد كذا، فتح عكس الإمالة أو الإمالة عكس الفتح، هذا ضد إيش؟ عقلي معروف بداهة. وضد الصلاحي إنه هو صلح بعض الأمور واشترطها على نفسه وأنت تعرف الضد تاعها، زي إيش قلنا؟ زي النون عكس إيش؟ إلياء. هذا 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 تقسيم. في عنا تقسيم آخر اللي هو إيش؟ الضاد مضطردة منعكسة، مضطردة منعكسة، أو الضاد مضطردة غير منعكسة. كيف الضاد مضطردة المنعكسة؟ المضطرد الموجود على طول اللي دائما يكون هذا الشيء وعكسه، يعني لو قلت لك الفتح ايش عكسه؟
الإمالة، المد عكس القصر، هذا المضطرد، هذا المقصود في إيش؟ في المضطرد. طب إيش المنعكس؟ معناته إذا قلت لك الفتح عكس الإمالة معناته إنه الإمالة عكس الفتح. لا ما هو مش مش كل مش دائما هلقيت راح ناخذ انه هذا الشيء عكسه. نعم ماشي، ما احنا بنقول الامر له قسمين، مضطرد منعكس او مضطرد فقط. ايش المقصود في المضطرد؟ انه هذا الشيء في كل مكان راح تجد انه هذا عكسه. قلنا الفتح عكس ايش؟ الاماله. الاثبات عكس الحذف. هذا وين ما تجدوه هذا اسمه ايش؟ مضطرد. طب ايش المنعكس؟ معناته ما دام قلت انا الاثبات عكس العكس الحذف، الانعكاس معناته العكس بتاعه، يعني لا العكس صحيح. الاثبات ايش عكسه؟ الحذف. هذا مضطرد في كل القران، الاثبات عكس الحذف، نعم في كل القران. طيب هل الحذف عكس الإثبات؟ إذا كان عكس الإثبات بكون مضطرد منعكس، يعني هذا مضطرد هذا منعكس، تمام؟ الآن راح نأخذ أمثلة أنه والله هذا مضطرد لكن غير منعكس، مضطرد غير منعكس. يعني مثلا لو قلنا الجزم إيش عكسه؟ الرفع. طب هل الرفع عكس الجزم؟ هذا مضطرد، هذا مضطرد، لكن هل الرفع عكس الجزم؟ لا، إذن غير منعكس. إذن هذا يكون في إيش؟ في القسم الثاني الجزم، لكن الإثبات اللي أخذناه يكون في القسم الأول. إذن لما أقول لك مضطرد معناته هذا الشيء مضطرد في كل الشاطبية، أينما تأتي تجد أنه الإثبات عكس الحذف. طب هل الحذف عكس الإثبات؟ والله إذا الإثبات عكس الحذف أو الحذف عكس الإثبات اشترط على الإمام الشاطبي على نفسه، معناته هذا مضطرد منعكس. طب لو كان في كل الشاطبية مثل الجزم عكس الرفع، لكن الرفع ليس عكس الجزم، إذا مضطرد فقط وليس منعكس. صعبتوها العيدة؟ في معنا ملاحظات مهمة ياريت تكتبوها عندكم. بعض الأضداد يعبر عنها الشاطبي بأشياء أخرى أو بكلمات أخرى، يعني الحذف يعبر أحيانا عنه بإيش؟ بدع أو دون، زي إيش مثلا؟ وما الواو دع كفى، قال لي هنا دع ما قال ليش احذف. مثلا الحذف يعبر زي قلنا دع أو دون، ووعدنا جميعا دون ما ألف حلا. طيب الاختلاس أحيانا يعبر عنه بالإخفاء، وإخفاء كسر العين صيغ به حلا، ما قال ليش اختلس، قال لي إخفاء. لا أنت تخفي الحركة الكاملة، لا تكون كاملة، إنما هذا الصلاة، الصلاة عند العلماء ليس مقصود فيه الإخفاء كإخفاء كإخفاء اللي احنا عارفينه، إنما هنا الإخفاء مقصود فيه الشاطبية أحيانا يعبر عنه عن الاختلاس. الإفراد يعبر عنه أحيانا بالتوحيد، نحو خطيئته التوحيد، التوحيد عن غيره نافع عن الإفراد. طب إيش العكس ساحة؟ الجمع. قل لي خطيئته التوحيد، اللي قرأ خطيئته بالتوحيد عن غير نافع، غير نافع كلهم قرأوا بالتوحيد إلا نافع قرأ إيش؟ خطيئاته، خطيئاته. مثلا الإمالة يعبر عن الإمام الشاطبي بالإضجاع، بالإضجاع، وإضجاعك التوراة ما رد حسنه. طيب الإثبات يعبر عنه أحيانا بزد، وزد ألفا من قبله فتكمل البيت 451. أيوة الآن راح يجي لنا. قال لي كمد البيت قديش؟ 58. قال لي كمد وإثبات وفتح. الآن هذه الأشياء اللي مش راح يذكر الضد تاعها، كمد وإثبات وفتح ومضغم وهمز ونقل واختلاس تحصل. وركزوا معي فيه الآن. كمد الآن راح نأخذ المد، طبيعي إيش عكس المد؟ القصر. الله ينور. طب هل هذا مضطرد
منعكس ولا غير منعكس؟ مضطرد منعكس. يعني المد عكس القصر والقصر عكس المد. ناخذ امثله. هذه الاشاره اللي حطيت لكم اياها هنا معناته مضطرد منعكس. هذه كمان شوي راح نلاقي اشاره اخرى. يعني لما تشوفوا هذه معناته مضطرد منعكس، الاثنين عكس بعض ومضطردات. المد مضطرد منعكس، ليش عكس المد؟ القصر. قال لي وامدد في المجالس نوفلا، امدد جب المد في المجالس نوفلا. كلمة المجالس امددها للنون لعاصم. طب باقي القراء المجلس الضد، امدد عدم المد. تمام، واضحة ولا عيدة؟ لما ندخل ونشوف مثلا كيف يأت الزوائد جابها، هذا بيقرأها كذا وهذا بيقرأها، ويأت الإضافة عبقرية عبقرية، والله يا جماعة راح تجدوا عبقرية ما لها مثيل. قال لي فزاحم بالذكاء اللي تفضله. قال لي الذي يمد كلمة المجالس النون وسكت، الضد تاعها ايش؟ من لم يقرأ هذه المجالس هم الباقي، باقي القراء مين هم؟ كل القراء ما عدا عاصم. استوعبتوها؟ نختلف. ما هو احيانا بيجيب لك العكس، ما هو يا جماعه برضه انت هو مش قاعد قدامنا وقاعد بيشرح براحته، هو يعني ياتي بنظم معين، فايش بيسمح له النظم بياتي فيه. الان هنا اتى فيه وامدد في المجالس، هكذا سمح له النظم، وامدد في المجالس لمين؟ للنون لعاصم. احنا بس بدنا نفهم الفكره العامه انه عكس المد القصر. قال لي وامدد في المجالس، طب ممكن يعتبر القصر؟ ممكن. الان رحنا مكاناتي مد النون في الكل شعبه، مكانات في كل القران مد النون. قال لي مكانات يعني هنا قال لي مد النون يعني اتى بعد النون بالف، هيك مقصود فيه. مد النون في كل القران مين؟ شعبه. صرح بالاسم الان، وضحت؟ طيب غير شعبه، غير شعبه مكانات بدون ألف. طب شعبة مكانات، إذا قال لي الذي يقرأ بالمد هو شعبة وسكت، باقي القراء بدون مد بالقصر. شفتوا كيف؟ مثال آخر، وقصر قياما عم، جاب لي العكس الآن. قال لي القصر القيام قياما لمين؟ لعم. وقصر قياما عم نافع وابن عامر الذي قرأوا مين؟ قيما. طب باقي القراء سكت، ما قال ليش، ما جاش يقول لي والله الذي قصر قياما هم عم وفلان 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 قرأوها بالمد، فيش داعي خلص. قال لي وقل لابثين القصر فاشن، وقل لابثين، قل في كلمة لابثين القصر للفاء، لفاشن للفاء، يعني ايش بقرأها الفاء اللي هو حمزة؟ لابثين. طب واللي سكت عنهم؟ الضد. ايش عكس القصر؟ المد. اذا لاحظوا المد والقصر مضطرد منعكس، اذا جاء المد عكس القصر، واذا جاء بالقصر عكس المد. لبثينا هاي القصر، قال لي وقل لابثينا القصر، اذا اقصرها لمين؟ للفاء لحمزه. ايش اللي قال له اياها؟ لبثينا. طب باقي القراء لابثينا بالمد. لابثينا فيها احقابا، لبثينا فيها احقابا حمزه، لبثينا. باقي القراء لابثينا. أخذنا المد كمد، الآن ننتقل لإيش؟ وإثبات. إيش عكس الإثبات؟ الحذف. طب مضطرد منعكس؟ مضطرد منعكس. وتثبت في الحالين درا لوامعا، تثبت في الحالين. قال لي هذه الكلمة أو هذا الأمر يثبت في الحالين لمين؟ للدال واللام، للدال واللام تثبت عندهم. هذا بيتحدث عن ياء الزوائد، للدال واللام. تمام، تثبت في الحالين لمين؟ للدال واللام. بغض النظر عن ايش بقصد، احنا معنيين انه هنا تثبت في الحالين في كل احواله وصلا ووقفا، يعني في الحالين لمين؟ للدال والراء واللام. طب باقي القراء طبعا حتى اللام في تكمل للبيت بخلف، اللام بخلف. قال لي تثبت في الحالين لمين؟ درا لوامعا بخلف. المهم الدال واللام بيثبتوها. طب باقي القراء يا شاطبي سكت، ايش يعني؟ بيحذفوها. واضح؟ طيب واحذف الواو دخللا، احذف الواو للدال. طب باقي القراء سكت عنهم،
إذا بدأ أثبت لهم الواو. واضحة الأمور يا جماعة؟ مش واضحة؟ حاضر. لا هاي زميل لكم مش واضحة بعيد يا جماعة. الآن هو قلنا من عبقرية الشاطبي وعبقرية كثير من العلماء أنه هو لا مش ضرورة أن يذكر شيء ويقول لك الضد تاعه هو كيت كيت كيت. لا أنا بأذكر بقول لك الحروف المهموسة فحثه شخص سكت، الحروف الشديدة أجد قطن بكت. هل في داعي أقول لك طب وش الحروف الرخوة هي كذا كذا وهالحروف كذا؟ فيش داعي. هنا بيجي بقول لي إذا ذكرت لك الحذف معناته الضد تاع القراء اللي أنا ما ذكرت لهم مش هما يثبتوا، تمام؟ الذين لم أذكرهم هما يثبتوا. قال لي هنا واحذف الواو، هو بيتحدث عن الواو، احذف الواو لمين؟ للدال. طب واللي سكتوا عنهم يا شاطبي يثبتوا. من الذي يثبت؟ عد نافع، أبو عمرو البصري، ابن عامر الشامي، عاصم، حمزة الكسائي. من اللي فطنها؟ الدال، ابن كثير. ليش؟ لأنه قال لي احذف الواو لمين؟ للدال. قل سارعوا، قل سارعوا لا واو قبل كمن جلا. في قل في سارعوا، في كلمة سارع وسارعوا إلى مغفرة. قال لي قل في قل في كلمة سارع يعني لا واو بدون واو بالحذف، بالحذف لا واو قبل، قبل كلمة سارع يعني لكما وانجلا، للكاف والهمزة يعني الكاف كيف بدي يقرأها؟ بدون واو سارعوا، والهمزة سارعوا. طيب عاصم أنا بدي أقرأ العاصم، أنا بدي أقرأ العاصم، أجيت عند البيت هذا قل سارعوا لا واو قبل كمان جلا. طب عاصم الذكر لا، طب معناته هو يثبت ولا يحذف؟ يثبت، لأنه هنا بيقول الذين يحذفون هم الكاف والهمزة. طب باقي القراء يثبتوا. أكتبها الهمزة ممكن تجيك همزة توصل، ممكن تجيك ألف مش مشكلة، المهم الألف أو الهمزة يعني حتى ممكن همزة توصل.